بلد النهارده انتشر بقى في مصر بلوى، انا قلت عليها كده في الافانتر، بلوى اسمها الاستروكس. انا شفت مشاهد في الفيديو على الفيسبوك، حاجه الحقيقه تحزن. شاب بيفقد وعيه تماما وكانه بالظبط يعني مش بني ادم، بيتصرف كانه مش بني ادم. انت شايف ان هو الاستروكس ده دخل الاول ضمن الجدول ولا ما دخلش؟ اه بالظبط، دخل مؤخرا ضمن 5 مواد جديده لم تكن مدرجة. والمشارع كان مستني عشان يدخله، كان مستني نعرض على نعرض بالفيديو ونعرض على الفيسبوك ونتكلم. المشارع كان مستني ايه؟ هو صدر اخيرا بعد انتشار هذا المخدر القاتل، اللي بصراحه لما قريت عنه لقيت له اثار مضره جدا جدا، تبدا بالسكته الدماغيه والقلبيه. احنا بنعرض معانا على الشاشه مشاهد وتاثيرات الاستروكس على المتعاطين. بص المنظر بقى عامل ازاي. انا يعني اتمنى يا رب احفظ شباب مصر من هذه المظاهر وهذه المناظر السيئه اللي بنشوفها. طبعا بيؤدي كمان للهلوسة وبيؤدي الى فقدان الوعي والتشنج والصرع وارتفاع ضغط الدم ويؤدي الى الوفاة، فله وازمات قلبية ايضا يعني، فله اضرار كثيرة. ويمكن سبب الاقبال عليه اكثر من المواد المخدرة الطبيعية ان هو في تأثيره المخدر بيدي زي ما قال احد الاطباء الشرعيين المشهورين 400 مرة اكثر من تاثير مخدر الحشيش 400 مره. وبالتالي نظرا كمان لان هو بيخلق، ففكره استيراده او تصديره ملهوب، يعني مش معرض للقيود اللي ممكن تكون مفروضه على المواد المخدره الطبيعيه الاخرى، لان هو مصنع ومخلق. وبالتالي فهو منتشر انتشار كبير وكثير، وحسنا فعل المشرع المصري صنعا حين ادرج هذا المخدر في جداول المخدرات واصبح يشكل تعاطيه او حيازته او ترويجه او انتاجه او استيراده او تصديره جنايه يعاقب عليها قانون العقوبات.